الرحمن الرحيم. لا لا عادي. هنبدأ بأسماء القادة النشاطات، وأولهم هنبدأ بالناس اللي ما حضروش دلوقت للتسريع، بس فعلا جهودهم يعني مشكورة وما تتنساش. أولهم دكتور عمرو عياد، إضافة كبيرة. الدكتور عمرو ماسك نشاطين، نادي القراءة وهو واحد من فعلا من أنجح الأندية، ونادي الزراعة. الآن عمرو عياد. برضو عندنا فدوى عزت، فدوى ماسكة نادي الفروسية ومن أوائل المشرفين. عندنا برضو محمد حلاق، محمود حلاق عفوا، وخالد حنفي، وصلاح الأوسي. صلاح الأوسي ما حضرش، هو صلاح هو ماسك التنس البينج بونج اكشوالي. الآن نبدأ بأختنا رانيا ماضي. معنا رانيا. رانيا ماسكة نشاط التنس الأرضي والسكواش، وبرضو عملت كريتيكال ماس. إذا أوكي طيب، هي تصور مع هنا يا رانيا. و الفتاوي، الفتاوي اللي بآخر لحظة دي يعني ملهاش حل. حبيبنا هيثم الديب، الله الله. هيثم ماسك كرة الطائرة. مدام جيهان حسن، مدام جيهان جهودها مباركة في الهاي وشعبيتها معروفة يعني واضحة. عندنا وين أخونا عبد القادر؟ عبد القادر المحايري. هذا مين بيعرف عبد القادر ماسك أي نشاط؟ دراجات. أشياء رائعة يا جماعة، يعني اللي بيقدر يشارك ما يحرم حاله. شكرا لك عبد القادر، شكرا حبيبي. الآن عندنا واحد خطير مسجل خطر، ومفروض تعرفوه بدون ما أقول اسمه، فيقوم ويجي لو سمحت. بلال بن سالم. بلال يعني وضعه صعب، أنا مش قادر أوصفه بكلمة ولا بكلمتين، بس هو ماسك الرماية والشوتينج والحاجات اللي وجهات النظر إذا اختلفت بين الأزواج يعني هو اللي بيحلها. حبيبي يا بلال. كلمة بعدين برا. مرام بن بريك. وخديجة بن بريك، خديجة للأسف ما حضرت، بس هي عمة مرام، فمرام تأخذ الشهادات. مبروك يا مرام. عندنا الآن واحد برضو حباب ولذيذ، أبي أحمد أبي، ماسك ثلاث نشاطات، عمره 40 سنة وأعزب. وأنا آخر مرة حضرت نشاط البولدرين الماونتن والكلايمينج والأمور دي، كنت ماخذ عنه فكرة بجدول، أنا تعرفت عليه من شهر سبتمبر، كنت أخذ عنه فكرة إنه عزوبي ومايكروسوفت وسفريات ومبسوط يعني وما بدوش مسؤوليات. الجروب اللي كان معنا تقريبا 13 كانوا. ساعتين أخذ، دفع للساعتين، أخذ الجير كامل استأجره ودفعه، والساعتين كلها يا جماعة والله قضاها
يحمل يجر حبال وينزل ناس ويطلع ناس وينزل ناس ما لعبش في المرة. فأنا كنت يعني ناخد عنه فكرة أحلى بكتير بس بس يعني ممكن تستغل وقتك أكثر. إذا بدك الأرقام موجودة على الخاص يا جماعة. الآن في عندنا خلصنا باقي آخر واحد في النشاطات وهو على ما بوصفوه الناس صاحب البيت للقاءات كمان. فأدي جس مين ممكن يكون الشخص ده؟ ده أو دي ماسكة نشاط مهم من ال 13 نشاط بتاع النادي وبنفس الوقت مسؤولة عن اللقاءات الشهرية بمهمة أساسية. هدى عبد العزيز وليها اسم حركي هدى عبد الحميد صح؟ مدام هدى مدام هدى ماسكة نادي القهوة وليها برضو تكريمين تانيين ما مش قليلة والغلبان زوجها ياسر ملوش ولا تكريم فالدنيا كده يعني هي كلنا ياسر يعني ما فيش مشكلة يعني ما عندنا برضو هنا ضيف عزيز ضيف شرف مؤسس ما تعرفش شو تسميه أو وين تحطه كاريزما عالية جدا لا كاريزما أعلى جدا من وافي حبيبنا محمد حكم دكتور حكم حكم عن جد يعني أنا واحد من الناس اللي معجبين وفعلا لفت نظري كمية المهارات والسوفت سكيلز اللي عنده وبيشرفنا يكون معانا دائما شكرا لك طبعا أنت الآن عندنا حبيبنا حبيب الشعب اللي مأكلنا ومشربنا وين مريم إذا تجي؟ مريم عرف عن جد يعني طاقة جبارة مش عاوز أقول طاقة مهدورة والله بالساعات عرف بالساعات بيقعد على تحضير وعنده ماركة حتنزل بأسواق جديد يعني قريبا جدا برجر عارفة الآن عندنا عائلة كاملة بدها تكريم وتقدير وكالعادة هو الزوج دائما بيختفي في ظروف غامضة أسامة أسامة البطار وينه؟ أسامة ومدام إيمان ويحيى ويزن أسرة كاملة والله يعني أنا لا أفيهم حقهم بمدى ال ده أسامة يزن يزن يحيى إيمان أسامة يزن يحيى إيمان أسامة يزن يحيى طيب شكرا لكم عن جد كمية الوقت والله بالساعات وكمية الجهد خرافية شكرا من القلب
هو بس اسامه عنده كل ميزات الا عيب واحد اكيد كلكم عرفتوه. الان انت تتعرف. هو خايف يقول مين. اكيد كلكم عرفتوا مين. فاطمه الاصفاد. ما تبصيش على العلم، ما تبصيش على العلم. حبيبتنا ملاك. نفس الشيء عائلة رائعة. أبو علاء الرائع وأم علاء. كفاني والله كفاني بكل معنى الكلمة وبكل تواضع ورقي. الله يجزيكم الخير. ايوه معاكم النصابين هذول. رائع يعطيكم الف عافيه. حبيبنا محمد عكشيه رجل المهمات الصعبه وشاكرين لك حضورك اليوم رغم الظرف الصعب برضه اللي كان محمد عكشيه امازون سينيور او سوفت وير انجينير. عمل التسجيل حاجه ثانيه، يعني خلى التسجيل زي كانك داخل على امازون اوردر. عندنا واحد سكرة اسمه ما يجيش على هو عارف حاله، لا لغته ولا اسمه ولا شكله بيركب على بعض كده خلف أحلام. تتحملني يا وافي حبيبي، أنا زي ابنك برضه. اسمه وافي بس الباسبورت محمد حميد، ما تعرفش ازاي بس مش حامد يعني فرقت يا إيمان يعني. بالظبط. وهو بيقول إنه مصري بس طبعا هو سعودي. ويمني من الجالية، ما بيخلي جالية إلا يحضر معانا. ورقمه على الخاص برضه عزابي. حبيبنا عبد الله الطويلة. عبد الله عمل تصميم الشهادات وجد انا بتعامل مع كوربريت ايدنتيتي كومبانيز بيعتبروه واحد من اجمل اللوجوز، فيري سمبل اليت ودايناميك. شكرا لك عبد الله. عزابي برضه يا جماعه. 29 سنة. عندنا الآن المصور أو المصورة الرائعة رشا فصاد اللي سد التصوير ورميته على اخوها لؤي، يعني حرام عليكم. مع انه الكاميرا بتاعتها صغيره. انت الك برضه شهادتين بس هندور الثانيه. الشخصين الرائعين رشا وأرمن
الاوراق عشان مشينا بالباركينج كثير وضعنا 15 دقيقه بسبب ديدو كلها اتلخبطت ليكم برضه شعارتين أرمن عندك سر مهم تحكي للناس هنا إنه أرمن عنده أربع أسماء حد في الدنيا عنده أربع أسماء يا جماعة يلا قول أرمن أسماء أرمن إبراهيم إيفي حسين للاسف خلي عندها واحده ثانيه برضه للاسف شويه كانت بالعافيه اختنا حنان الرديف واحده من انشط الناس عندنا الجندي المجهول حنان الله يعطيك العافيه حنان دائما مشاركه قبل وخلال وبعد كل نشاط طبعا حنان مرجعيتها الاولى مدام هدى ما لهاش علاقه باي رئيس لقاء ولا اي حاجه ولا ديدو ولا النادي العربي هي هدى بس فاحنا متعاملين معها على كده اختنا سهى وعائلتها الرائعه سومر وطيب سهى من الناس اللي فعلا طيب تعال طيب لك تكريم تفضل سهى وسومر يعني من اجمل الناس اللي موجودين في النادي عنده سومر بيعمل عصافيري حاجة غير شكل عندنا الآن واحد من أصغر وألز المتطوعين والله اشتغل على التطوع بشكل طبعاً أجا بس خلال اللقاء ومسك تقريبا 5 ساعات متواصلة عمل دوره على أحسن وجه وكان قول مين زيد أبو بكر وإيمان الجرشة وأختنا إيمان كانت برضو يعني دخلت على الخط على أصعب وظيفة النوتان وعندنا هون معانا أبو إيمان وأمها أهلا وسهلا بكم عمي جماعة التطوع عن جد التطوع يعني العطاء مفهوم يعني راقي ومفيد وحلو والناس بتحس فيه بالذات اللي بيكون شغال عندنا برضو نسرين وابنها فراس من اجمل الناس برضو نسرين اول انتراكشن معاها كان خوفها يمكن هاي الله يسعدك من نسرين فراس ونسرين من الناس اللي بدعوا معنا في التطوع الله عندنا
الحنه من غير مقابل في الوقت اللي غيرها اخذ فلوس وما قصر في هنادي انت واهلك. معك اخوانك؟ معك امك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. فنانه هنادي عن جد، شكرا لك. الان انا اللي كنت بسميهم ابطال ريتشموند، خليني بس اعطي ورده الشهاده الثانيه. ابطال ريتشموند اللي ساعدونا في اللقاء الاول او اللقاء السابع كان نبدا في حبيبنا احمد عاطف. احمد ما اجى؟ احمد عاطف ما اجى. طيب احمد العطار، لا احمد عطار دول ابطال ريتشموند يا ماهر، دول محسوبين عليك. طيب اخونا فهيم انا شفته، احمد فهيم اهلا وسهلا. احمد فهيم والاحمدات الاربعه راحوا عشان يحجزوا اللقاء من الصباح، يعني حاجه زي 5-6 الصباح. عمرو مصطفى، عمرو ما شفته برضه ما يا اخي ريتشموند. طيب عندنا هون مجموعه برضه مشاغبين وبيختفوا، باخذوا اجازات بالشهور بس بيعملوا ابداع في النشاطات، اللي هم يو بي سيرز، لينا الخماش، منى الخضير، ونشوى محي الدين. لينا ومنى ونشوى بحضروا دكتوراه حاجات ما بعرفهاش ابدا. انت فاهمه غلط، منى اجت عنا بس وقت الغداء وبعدين 4 شهور اخذت اجازه، انا ما بعرف شو الجامعه اللي دارسه فيها. 4 شهور اجازه اخذت بعد اللقاء الاول. اوكي تعبت من الاكل تعبت. لا بجد اشتغلوا لينا ومنى ونشوى على 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 نشاطات الكبار، وكانت فيها قفزه فعلا، قفزه نوعيه اللي هي طريقه الالعاب اللي موجوده، وان شاء الله بنامل منهم انه الان يكونوا اكثر واكثر فاضيين لنا. اخونا هيثم الديف وعائلته الرائعه رفيده ورفان، واذا المدام موجوده رفيده ورفان. ريتان موجودة؟ طيب وينهم؟ فيها؟ موجودين؟ طيب يا عندنا الدكتورة رانيا الدسوقي موجودة؟ ما أظن. وبرضه ما أظنش الأخت هلا موجودة. هلا السلامي مش موجودة. طيب في مدام جهان بيكي شهادة ثانية، هاي ممكن تاخذيها بعدين.
عندنا عائلة مغربية رائعة بالحلو نوار والتسليم نغاري تسليم بدعت معنا في اللقاء السابق شكرا كثير لك يا تسليم شكرا لك يا تسليم شيماء يحيى شيماء يحيى عندنا أختنا ناهدة جواد ناهدة تبرعت بكل جوائز اللقاء الماضي فاسيليا عندنا آلاء كورنا آلاء أو علاء كورنا اللي هو بلقاء الدكتور علاء ندى العطار ما اجتش برضه دينا عباس دينا عباس موجوده واحمد عباس وعالي عباس الله يعطيك العافيه ويسيكم الخير واخيرا وليس اخرا عندنا هي قائدة نشاط القراءة للسيدات سمية بركات شكرا لك يا سمية
ملكنا الجميل. ريتال الدين. ريتال. شاركونا هم الان في دولنا العربيه او خارج يعني لظرف اخر برضو. اختنا داليا عبد الكريم من العراق اشتغلت ممتاز في التسجيل وبرمجه التسجيل. اختنا ايناس لاشين في الهايكينج وبتساعدنا دائما في نشاطات النادي. واختنا خديجه القصاص اشتغلت شغل رائع لل أطفال أحباب الله. شكرا لكم.